طلاب السادس الاعدادي حبايب الابطال شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. رجعنا لكم بسلسله محاضرات المراجعه المركزه. اليوم ان شاء الله راح نبلش بالقطع مال الكتاب اللي القطع الداخليه اللي موجوده عندك بالكتاب. طبعا مثل ما تعرفون يا طلاب يا حبايب، قبل لا نبلش بالقطع وشرحن لازم تفهم انه القطع تجيك السؤال الاول، تجينا question 1 فرع بي. احنا مو عندنا فرع اي قطعه خارجيه، فرع بي لا، يجيك قطع كتاب. طبعا قطع الكتاب راح يجيك ستة نقاط، انت ايش قد راح تجاوب معدهم؟ راح تجاوب معدهم 5. اوكي، طبعا مبدئيا 6 نقاط معناها تجيك 6 قطع بالامتحان. ايش كم قطعه تجيك من عندها اسئله؟ 6 قطع. انت ايش كم قطعه عندك؟ عندك 10. اوكي، يعني انت راح تقرا 10 قطع، راح تجي من هاي 10 قطع 6 نقاط فقط، يعني 4 قطع ما يجي بالامتحان الوزاري، يعني فقط يجي لنا 6. زين استاذ، انا هذه 10 قطع شو اسوي اقراها؟ طبعا انا احكي لك 10 قطع لطلاب ال 2024، اما طلاب التحميل لا، طلاب التحميل عندهم 9. اوكي، طلاب التحميل عندهم 9، يعني اليونت الثامن ما داخل، قطع مال اليونت الثامن ما داخل، فانت طلاب التحميل عندكم 9 فقط. اما طلاب لهاي السنه امتحاناتهم دور اول دور ثاني علمي او ادبي، يعني هو نفس المنهج، 10 قطع عندكم. هاي العشر قطع ما تجي 10، تجي 6 قطع من عندها. زين استاذ، انا اقرا 6 قطع، يا هالنبرة اياك راح يجين. انا بالنسبه لي ما اقدر احدد لك اقول لك فلان قطعه راح تجي وفلان قطعه ما تجي، بس اذا انت من الطلاب اللي يريد يقرا بس مثلا 4، يريد يختار 3، يريد يختار مثلا 5 قطع، انصحك تقرا اخر 5 اللي هن قطع اليونت الخامس والسادس والسابع والثامن، يعني سادس بي 2 فصارت 5 قطع عندك. اقرا ذني اذا تريد تضبطهم، اما جماعه التحميل لا، جماعه التحميل يقرون ذني 3، العفو 4 مال الخامس والسادس والسابع، يقرون اياهم مثلا مال الاول او مال الثاني 5 قطع. هاي في حالة انت ما تريد تقرا قطع كلها، بس اذا تريد 10 درجات انا ما اقول لك فلان قطع عوفه، يعني ممكن اقول لك عوفه راح تجي من عندها سؤال، معناها انت خلص انا راحت من عندك درجتين. فاذا تريد تقرا، اذا تريد 10 درجات 10 من 10 قطع الكتاب لازم تقراها كلها، ولا حد يقول لك والله هاي مرشحه وهاي ما مرشحه، كله كذب. شكو شيء ينزل لك بخصوص القطع هو كلاوات مو صحيح، يقول لك اقرا فلان قطع وفلان قطعه، لو تقراهن كل لو ما تقراهن كل اذا تريد 10. حبيبي من الاخير اقول لك لازم تقراهن 10 اذا تريد 10 درجات، لان ما تعرف شنو راح يجيبوا لك نهائيا، وبالاخص السنه، بالاخص هاي السنه، هاي السنه اكو تحمل وياكم، وهاي السنه اكو دور العلم والادب ببحث، يعني علم امتحان ببحث ادب امتحان ببحث، ما تعرف شنو اللي يجيبوا لك. فافضل شيء اذا تريد 10 اقراهم 10، اذا تريد مثلا 6 4 8 اقرا لك 5 قطع، يعني اي من القطع اللي قلت لك اي اقراها اقراها. اوكي طلاب، حتى لا اتاخر عليك ومباشره نفوت بالدرس، عندنا قطع الكتاب. اول قطعه هي قطعه زيد طارق والقرش، طبعا انا شارح لك اياهم عباره عن اسئله واجوبه، وايضا شارح لك اياهم عباره عن مخططات، يعني كل قطعه موجود مخطط وياها. انت تريد تقرا القطعه راح تحصل 10 من 10، تقرا المخطط ما تضمن 10 بي، بس المخطط هو للمراجعه فقط ليله الامتحان، يعني يوم امتحان من تقعد تقرا، ما تقرا هذا كل الشرح، تقرا فقط المخطط حتى تستذكر المعلومات. طلاب، القطعه الاولى هي قطعه زي طارق والقرش الموجوده عندك في اليونت الاول. طبعا انت اذا جايب الملزمه ففكره القطعه هي هاي، بخلي لك اياها فوق، يعني شرح مال القطعه بشكل مختصر، وحاط لك حتى صور حتى شويه تفهمك الفكره، اللي هو زيد وهذا القرش وهذا الدولفين. مبدئيا يقول لك وير واز زيد طارق ستينج، مهم هذا السؤال جدا، وين بقى زيد طارق؟ وين سكن هناك؟ ان شرم الشيخ ايجيبت، ان شرم الشيخ ايجيبت. وات واز طارق دوينج وين هي سو ذا شارك؟ ايش كان يسوي طارق لما شاف القرش؟ او لما راى القرش ايش كان يسوي هو؟ كان يتغدى لو كان يتريق؟ كان يسوي اكيد he was swimming، كان يسبح. when he saw it، عندما رآه. the shark، العفو، what did the shark do for طارق؟ did the shark، شوف من يقول لك shark do، زي طارق شو راح تقول له؟ the shark bit his arm، احفظ هاي الكلمه كلش مهمه، bit his arm، عض يده، عض يد زي طارق. اوكي، بالامتحان الوزاري مره شو يقولون؟ يقولون الدولفين عض زي طارق، تقول له لا القرش. اوكي، القرش عض من وين؟ عض ايد زيد طارق، بت، احفظ هاي الكلمه كلش مهمه. واي ذا طارق سكريم، بعد ما عض ايده ليش طارق قام يصيح سكريم؟ شو تقول لي؟ يعني سكريم ترى مو اي سكريم، معناه مو موطه يعني، لا سكريم يعني يصيح يصرخ. تقول له because he thought he was dying، لانه اعتقد او قال لك يابا انا راح اموت من عض القرش. وات ديد
سيف او ودد بروتكت طارق. هذين الكلمات اثنين نسوي، يعني اذا جاب لك سيف ترى نفسها بروتكت، واذا جاب لك بروتكت هي نفسها سيف. فش تقول له هنا انا من اللي انقذ زي طارق، من اللي حمى زي طارق من القرش؟ تقول له دولفينز، من هي؟ دلافين. او تقول له 6 دولفينز، 6 دلافين. هو شو بدي اسال عن عاقل هنا انا، هو ديد هير طارق سكريمز، من الذي سمع صراخ طارق؟ شوف هو انتبه لي، من الذي سمع صراخ طارق؟ او يقول لك هو بروتكتد، هو هنا انا عاقل لازم تجاوب اسم شخص، مو تروح تجاوب بالدلافين، لا هو معناها عاقل. فتقول له ذا كوست جارد جميل العلوي ديد، اللي هو خفر السواحل جميل العلوي. وات واز ويتنج فور طارق اون ذا شور، كلمه شور معناها الشاطئ، ويتنج ينتظر، من الذي كان ينتظر زي طارق على الشاطئ؟ ذا امبولانس، ان امبولانس اللي هي سياره الاسعاف. زيد طارق واز فراغ، او اختيارات او صح وخطا تجيك هاي النقاط الثامنه والتاسعه والعاشره، ممكن تجيك صح وخطا، ممكن تجيك اختيارات، ممكن تجيك فراغات. زيد طارق كان في شنو باد سومر سباح سيء، لا لو في عطله، لو يعمل في مصر كان في عطله. اوكي مهم جدا هذا السؤال. وين هي واز اتاكت باي ذا شارك، عندما هوجم بواسطه القرش، يعني لما القرش هاجمه القرش شيت علي، وين كان زيد طارق؟ was in a boat، كان بقارب، لا هو ما صعد قارب الرجال. hit with a piece of wood، اصطدم بقطعة من الخشب. لو was lying on a plastic mattress، كان مستلقيا على سريره أو فراشه البلاستيكي المطاطي، أكيد تقول له he was lying on a plastic mattress. plastic mattress يا طلاب هي السرير الهوائي مالته اللي كان راكبه حتى يبقى بالبحر قاعد. زين هنا شي يقول لك، يقول لك طارق was bitten by the shark، عض بواسطة القرش. لو lost his arm، انقطعت ايده. لو wasn't hurt at all، لم يتأذى نهائيا، لا اكيد هو شنو طارق تم عضه بواسطة القرش، was bitten by the shark. هاي تجيك فراغات او اختيارات او صحيح خطأ. 6 dolphins، 6 دلافين، bit the shark، هاي 6 دلافين عضت القرش، وين اكو دولفين عض القرش؟ ادري احنا فلام كرتون عندنا في الفاره بالزونه بالذا شارك، لا ميد ا لوت اوف نويز، سوت الكثير من الضوضاء او الضجه، اكيد لا. لو بروتكت الطارق، اي بروتكت الطارق، حمد زيد طارق، انقذ زيد طارق منين؟ من القرش. طارق واز ريسكيود، تم انقاذ زيد طارق باي ذا سي، لو باي اير، لو باي تو تشيلدرن، عبر البحر، لو عبر الجو، لو عبر طفلين، لا اكيد عبر البحر او من خلال البحر، تقول له by the sea او by sea، ما يصير تقول له بالجو قبل شو كان طاير بالجو وقتها، لا. when he got back to dry land، عندما عاد الى dry land، dry land معناها الارض اليابسه، he was taken، تم اخذه، وين اخذه؟ اخذوه الى medical attention، لياخذ مساعدات طبيه وعلاجات طبيه في المستشفى، to get medical attention. هذا اختيارات او قلت لك مثل ما قلت لك صح وخطا يجيب لك اياه. مثلا يقول لك وين زيد طارق got back to dry land، he was taken straight back to hotel، راح تقول له فولس هنا انا. اما اذا قال لك تو جيت ميديكال اتنشن فراح تقول له ترو. زين نجي على القطعه الثانيه اللي هي قطعه مصطفى بن لطيف. فكره القطعه ولد اسمه مصطفى عمره 4 سنوات، حاول انت تقراها هذه بينك وبين نفسك، مو مهمه يعني هي هاي بس حتى تفتهم القطعه يعني لا اكثر ولا اقل. السؤال الاول وات ديد مصطفاز ماذر سفر فروم، كلش مهم هذا وزاري. شي سفرد فروم دايابيتيز. She suffered from diabetes. تعاني من مرض السكري. مين كانت تعاني من مصطفى؟ suffer from. تعاني من مرض السكري. How could مصطفى's mother control her blood sugar؟ صح وخط على مصطفى العفو أنا. شلون ممكن أم مصطفى تسيطر على السكر بدمه؟ She has to have injections of insulin. She has to have injection of insulin. يتوجب عليها أخذ حقنة من الأنسولين حتى تسيطر على مستوى السكر بدمه. What do the diabetics have to do every day؟ ما يتوجب على مرضى السكري يفعلوا كل يوم، شنو لازم يسوونه مرضى السكري؟ diabetics اللي ما مرضى السكري، they have to have injection of insulin. طبعا نفس السؤال نفس الجواب هذا، انا اتعمد الخيطين، انا اثنيناتهم نفس الجواب جواب. What had happened to لطيفه during the night؟ ماذا حدث للطيفه خلال الليل؟ لطيفه blood sugar had dropped، منها الجواب طبعا. هذا ما تكتبه during the night. لطيفة blood sugar had dropped very low and she had lost consciousness. مستوى السكر بدمها انخفض وفقدت الوعي. Where was مصطفى's father؟ أين كان أبو مصطفى؟ يعني والد مصطفى وين كان؟
He was away on a business trip. كان في رحلة عمل. Away on a business trip. كان في رحلة عمل. What did Mustafa have to do to open the front door for the paramedics? ماذا توجب على مصطفى أن يفعل ليفتح الباب للمسعفين؟ مصطفى had to stand on a chair. صعد على كرسي to open the front door for the paramedics. طبعا لهنا أنت جواب ماتك. هذا ما الجواب هذا. بس هذا شنو مرة أجيبك يا مثل الفراغ. يعني لازم هم تقرأ وتحفظه. شي يقول لك؟ يقول لك مصطفى had to stand on a chair فراغ. شو راح تقول له؟ تقول له to open the front door for the paramedics. حتى يفتح الباب للمسعفين. How did the paramedics know that Mustafa's mother was diabetic? شلون عرفوا المسعفين بأن أم مصطفى مصابة مرض السكري؟ They knew that she was diabetic when they spotted. أو منها الجواب أنت طبعا. هذا الجواب ماتك. They spotted her insulin's user identity card. لاحظوا بطاقة مستخدم الإنسولين خاصة بها. منها they spotted. من كلمة spotted جواب. يعني هذا ما تكتب هذا نهائي. هذا ما تحتاجه أنت نهائي. Who taught Mustafa to call the emergency services? من الذي علم مصطفى اتصال بالطوارئ؟ His grandmother did. أمه فعلتها. أو العفو جدته. Grandmother جدته. What did Mustafa tell the emergency operator? ماذا أخبر مصطفى الاسمه لخدمات الطوارئ emergency operator أو اللي تشتغل بالطوارئ عاملة الطوارئ؟ إيش قال لها؟ قالها my mother was sick and needed a doctor. منها تكتب هذا. منها هذا الجواب تقدر تكتبه فقط. يعني ما يحتاج تعيد السؤال مرة ثانية. بس تكتب his mother was sick and needed a doctor. بتحتاج طبيب. Why was Mustafa a little puzzled? ليش مصطفى كان مرتبك شوية puzzled محتار متفاجئ؟ تقول له because his mother منها جواب من because didn't come to his room. لأن أمه ما جت الغرفة. طبعا هذا السؤال كلش مهم وزاري. هذا مهم. Where did he find her mother? وين وجد أمه؟ هذا أيضا مهم وزاري. ممكن يجيك اختيارات صح وخطأ. When in her bedroom في غرفتها. وجدها في غرفتها. Why did Latifa lost consciousness? Or why Latifa was unconscious? ليش لطيفة طبعا إذا قال لك lost consciousness أو unconscious نهن صحيحات يعني فيهن معناها فقدة الوعي. ليش فقدة الوعي؟ Because the level of sugar in her blood dropped too low. يعني أنت شوف السؤال ذاك إيش قايل لك؟ قايل لك صار له مصطفى بالليل تقولها مستوى السكر ودائما انخفض. زي ليش فقدت الوعي؟ لأنه مستوى السكر انخفض كل شيء هواية. يعني مو مثل قبل. قبل كان بس مجرد ينخفض بس هالمرة كل شيء هواية ففقدت الوعي. Lost consciousness or was unconscious. كانت فاقدة الوعي. How did the paramedics treat يعالج؟ شلون عالجوها المسعفين؟ they gave لطيفة an injection. أعطوها شنو؟ حقنة to raise her blood sugar level. أعطوها حقنة حتى شنو يرفعون مستوى السكر بدمه. لماذا كانت لطيفة فخورة بابنها؟ ليش لطيفة كانت فخورة بابنها؟ because he was calm and intelligent. لأنه كان ذكي وشنو وهادئ. أو تقدر تقول له because هذا الجواب يكون ماتك. He saved her life. يعني ذني جوابين صحيحات. Her life لأنه أنقذ حياتها. هذه هي قطعة مصطفى بن لطيفة. قطعة الثالثة يا طلاب هي واجبات ضابط الشرطة. مثل ما نقول إحنا الكتاب مبين من عنوانه. يعني تحكي لك على الشرطة تحكي لك على واجباتهم. وهاي الأمور اللي درنا في سيئة. النقطة الأولى شي يقول. يقول Why do people have to follow the law? كلش مهم سؤال وزاري مكرر. ليش الناس يتبعون القانون؟ ليش لازم تتبع القانون؟ انت سأل نفسك هسه ليش؟ تقول حتى كنا نعيش بسلام او بامان. يعني so that we can all live together safely. حلو. يعني مبين يعني مبين الجواب مالته. لازم انت تتبع القانون، لازم انا اتبع القانون، لازم كنا نتبع القانون حتى كنا نعيش بسلام. اذا ماكو قانون يعني حصير مثل الغابه، ناس حتاكل ناس مثل ما يصير بينا احنا هسه. Do police officers have a lot of duties؟ هل ضباط الشرطه لديهم واجبات عديده؟ Yes they do. هنا انا بعد السؤال بدو اللي هو فعل مساعد فالجواب يكون عندك بس نو. وبما انهم عندهم واجبات هواية فراح تقول لي yes they do. What are the duties of police officers? ما هي واجبات ضابط الشرطة؟ They direct traffic.
investigate crimes like robberies, try to prevent crimes, help people with everyday problems. هاي هي مشاكل شنو؟ هذه واجبات ضابط الشرطة. لو تحفظ وحدة من عندهم لو تحفظ اثنين. بالوزارة مرة جايب وحدة مرة جايب اثنين. فأنت تحفظهم حتى تخلص من الفد مرة من المشكلة اللي راح تصير لك بالوزارة إذا قال لك عدد ثلاثة عدد أربعة. فتقول له direct traffic, investigate crimes, prevent crimes, or help people. يعني الأربعة تحفظهم. أوكي. فهذه واجبات ضابط الشرطة. Why do some police officers direct traffic؟ ليش بعض ضباط الشرطة ينظمون السير؟ ليش تشوف أكو فد شرطة واقفين بالشارع وينظمون السير؟ ليش؟ شو تقول له هنا؟ تقول له to make sure that drivers can use the roads easily and without having accident. يا بهنا تقول له شنو؟ تقول له حتى ينظمون السير أو حتى يتأكدون بأنه السائق يستخدم الطريق بشكل صحيح وبدون حوادث. هذا هو الفكرة مال وجود ضباط الشرطة ينظمون السير. فهذا الجواب مالتي. Why do the police officers use radar speed gun؟ ليش ضباط الشرطة يستخدمون جهاز الرادار؟ ليش؟ To identify people who are driving too fast. أو تقول له to catch speeders حتى يمسكون بالمسرعين. الحالتين صحيحات يعني. Why must drivers and passengers wear their seat belts؟ ليش لماذا يجب على السائقين أو الركاب ارتداء حزمة المقاعد الأمامية اللي هي حزمة الأمان؟ طبعاً قل لي شنو؟ قل لي because seat belts كلش مهم can prevent تمنع serious injuries الحوادث الخطرة if you have an accident إذا كان أو إذا سويت فت حادث معين. كلش مهم هذا. ليش إحنا نحتاج نلبس حزمة الأمان؟ لأن تعرف أنت إذا ما لبست حزام الأمان معناها أنت راح تسوي حوادث، وإذا سويت حادث معناها أنت راح تصاب بحالات خطرة. لأن شايف أنت الحزام الأمان يمنعك من الحوادث، العفو من الإصابات الخطرة، بس ما يمنعك من الحادث. يعني ماكو فكرة تقول يا وإذا لبست حزام الأمان ما راح يصير حادث. ويصير حادث بس ما راح تتأذى إذا كنت لابس حزام الأمان. Why mustn't drivers speed؟ ليش ما يصير السائق يسوق بسرعة؟ تقول له because it's one of the leading drivers mustn't speed because it is. طبعا ده يقول لك speeding هنا أنا مكان it يعني speeding because speeding is one of the leading causes of death on the road. Footprints and fingerprints can be used by police too. بصمات الأقدام وبصمات الأصابع يستخدمون الشرطة حتى شو يسوون؟ حتى يحددون هوية ويعتقلون المجرم. يعني من خلاله راح يحددون هوية المجرم من خلال بصمات الأصابع بصمات الأقدام. Why don't the police officers have to recognize the fingerprints themselves؟ ليش ما لازم ضباط الشرطة هم اللي يسوون شنو؟ يميزون بصمات بأنفسهم أو يحددون بصمات بأنفسهم. ليش؟ تقول له because there are شفاهم جات لدبوانة مرة ثانية because there are fingerprints and experts who do that. لأن أكو fingerprints experts اللي هم خبراء بصمات الأصابع وبصمات الأقدام. How can witness help the police؟ شلون الويتنس الشاهد راح يساعد الشرطة؟ By telling them what criminal looks like or what time crime was committed. يخبرهم يقول لهم يا شو وقت صارت الجريمة. شاهد الشخص اللي كان حاضر وقت الجريمة فهو راح يقول للشرطة شو وقت صارت الجريمة وبيا مكان وهاي الأمور كلها راح يسألون عليه. How do the police officers try to prevent a crime؟ شلون ضباط الشرطة يمنعون الجرائم من الحدوث؟ تقول they often watch places where they think crimes are likely to happen. هم شو يسوون؟ يراقبون الأماكن اللي يعتقدون بيها إنه هاي راح يصير بيها جرائم. يعني مثلاً سرقات، عمليات نشل اللي هي مثلاً أماكن مزدحمة وهاي الأمور. فيراقبون هاي الأماكن حتى يمنعون من الحوادث، العفو من الجرائم اللي راح تصير بهاي المناطق. زين. قطعة الرابعة شنو عندك؟ عندك جهاز الرادار. طلاب هنا شي يقول لك يا بي جهاز الرادار قطعة جهاز الرادار اللي هي القطعة الرابعة عندنا يا طلاب. هذه القطعة بها قسمين، القسم الأول يسألك على الرادار والقسم الثاني يسألك على جهاز كاشف الرادار اللي هو رادار ديتكتر. أكو رادار وأكو جهاز كاشف الرادار. طبعا نبدأ يعني أسئلة مال هاي القطعة أكثر شيء الوزارة تكرر عليها ترو فولس، لهذا سواء نخليك ترو فولس بالبداية لازم تقراهم وتضبطهم. بس قبل أن نقرأ تروفوس خلونا نأخذ الأسئلة اللي خاصة بها حتى تفتهم على الأقل بعض الأفكار، بعدين ترجع على الصح والخطأ. طبعاً صح والخطأ هي بها 8 نقاط وكلش مهمات ومن الكتاب نصاً وبالوزارة نصاً يجي. فطلع هنا شيء يقول لك when radar was invented or why، ليش أو متى تم اختراع الرادار ولماذا؟
تقول لي it was invented during the Second World War. تم اختراعه خلال حرب اختراعه خلال الحرب العالمية الثانية. Second World War. Second ثاني World عالمي War حرب حرب العالمية الثانية. ليش؟ To detect enemy aircraft and ships. يعني ذاك الوقت مو حتى يقيسون سرعة السيارة. هنا لا. ذاك الوقت لما اخترعوا الرادار حتى يكتشفون طائرات وسفن العدو. طائرات الحربية أقصد. What is radar speed gun? ما هو جهاز الرادار؟ It is one of the most common tools in law enforcement. هو واحد من الوسائل الشائعة في فرض القانون. Which helps keep our road safe. التي تساعد في الحفاظ على طرقنا آمنة. طبعا هنا شنو يا طلاب؟ عندك لحد كلمة enforcement تحفظ. اوكي تحفظ لحد كلمة enforcement. هذا ذا قال لك ما هو جهاز الرادار. How does radar speed gun work? How does radar speed gun work? شون يشتغل جهاز الرادار؟ طلاب هذا قال لك شلون يشتغل جهاز رادار؟ شو تقول له؟ تقول له it works by sending. يعني تقدر هاي رادار سبيد جان شو تقول عليه؟ تقول عليه it عوضها. It works by sending radio waves towards a car. يشتغل من خلال ارسال الموجات الراديوية وين؟ الى السيارة او باتجاه السيارة. اوكي؟ What are the different types of radar guns? ما هي اشكال المختلفة من جهاز الرادار؟ كم شكل بي بشكلين؟ طبعا هنا اول شكل يقول لك hand held يحمل باليد. Some can take pictures of license plate as well as its speed. هنا أنت شرح الجواب لحد كلمة take pictures of car license plate يأخذ صور. أوكي المن لوحات سيارة وبعض منها hand held معناه يحمل باليد مثل المسدس. Why do some drivers use radar detector? طبعا جهاز الرادار هنا أنا جهاز الرادار طبعا إلى تعريف كاشف الرادار بس أنا بخليك إياه ضمن المخطط. ما هو كاشف الرادار؟ هو آلة تكشف لك جهاز الرادار. آلة بعض السواق يخلونها بالسيارة حتى تكشف لهم جهاز الرادار. فأنا بخليك إياه ضمن المخطط تعريف. أنا ما بخليك تعريف مات. Why do some drivers use the radar detector? ليش بعض السواق يستخدمون كاشف الرادار؟ تقول له they use it to avoid radar speed gun حتى يتجنبون شنو؟ يتجنبون جهاز الرادار. So they won't get ticket حتى لا يحصلون على شنو؟ على غرامات. ticket معناها غرامة. فهم دول السواق يستخدمون جهاز كاشف الرادار حتى شنو؟ حتى ما يحصلون على فت غرامة. اوكي هسه نرجع true false مالتها. النقطة اللي يقول police department don't use radar guns anymore. ضباط الشرطة أو قسم الشرطة ما يستخدمون جهاز الرادار بعد الآن. هذا فولس أكيد 100% يستخدمونه هم. رادار guns can only calculate the speed of car moving towards them. جهاز الرادار فقط يقدر يحسب السرعة اللي إذا اتجهت السيارة باتجاههم. لا إحنا قلنا يحسب السرعة إذا اتجهت السيارة باتجاههم أو بعيد عنهم. فأكيد هنا إيش راح تقول له؟ أيضا راح تقول له فولس. Some radar guns are shaped a bit like guns. بعض الرادارات هي شكلها مثل المسدس صير. صح هذا النوع مال واحد من انواع الرادارات. رادار ديتكتر ميك بيبينج نويز اف سنس رادارز بينج يوزد ان اريا. يصدر كاشف رادار ضوضاء اذا شعر بالرادار المستخدم في المنطقه. اكيد ترو لان قلنا يستخدمونه حتى يكشفون اذا اكو رادار مستخدم او لا. There are two main problems with radar detectors. هنالك مشكلتان مع جهاز كاشف الرادار. صح انه هو يكون غير قانوني واضح، وبعض المرات اكو شرطة اذكياء يصيرون فيطفون الرادار لحد ما توصل السيارة حتى يشغلونه حتى ما يقدر يكشفونه قبل اذا هو مسرع او لا. Some people think radar guns don't work well. بعض يعتقد بان الرادار لا يعمل بشكل جيد. True. بعض الناس يشتكون من عنده يقولون احنا نحصل على غرامات واحنا ما ماشيين سرعة فيشتكون من عنده. Police must be trained to use the radar gun correctly. الشرطة لازم يتدربون حتى يستخدمون جهاز رادار بشكل صحيح. أكيد هنا أنا شرحت قلت true. رادار guns don't need any maintenance. أجهزة الرادار لا تحتاج صيانة. غلط، ماكو بينه يعني ماكو شيء ما يحتاج صيانة سواء كان جهاز رادار أو غير جهاز رادار. قطعة الخامسة يا طلاب هي قطعة السميرة المحمود، وأنا حاكي لك هنا أيضا فكرة وملخص القطعة. عبارة عن مترجمة ولدت بريطانيا من عائلة عراقية، أبوهم عراقيين يعني بس مو كانوا عايشين بريطانيا، فولدت هناك سميرة وصارت مترجمة مؤتمرات. فنجي هنا على أسئلة مالتها. What is سميرة المحمود؟ من هي سميرة المحمود؟ She is on a conference in Tabata. مو on هنا a conference in Tabata.
اوكي مو انا هنا اكو خطا مطبعي ف a conference interpreter she is a conference interpreter. What was Samira Al-Mahmoud interpreting? ماذا كانت تترجم سميرة المحمود؟ She was interpreting from English to Arabic. كانت تترجم من الإنجليزية لمن؟ للعربية. Interpreters must have three active languages. لازم يكون عندهم ثلاث لغات نشطة حتى تصير مترجم. لا ما له علاقة. أنت تحكي عربي تتعلم إنجليزي راح تكون ترجم من الإنجليزي للعربي والعكس صحيح. بس ما يحتاج يكون عندك ثلاث لغات. فهنا أنا أكيد فوس راح تقول له خطأ. إذا قال لك اثنين فراح تقول له true. Samira read about subject of oil in order to be. Samira قالت عن موضوع النفط حتى شو تكون مألوفة with the technical terms حتى تعرف على المصطلحات التقنية. Why is it important to listen to the news and read newspapers? ليش من المهم إنه تستمع علما إلى الأخبار وتقرأ الجرائد؟ ليش؟ تقول له to have general knowledge and know what is going on in the world. حتى يكون عندك خبرة كافية أو معلومات كافية وتعرف إيش يصير بالعالم. Good interpreters follow news and is well informed of any topics. يا بعض المترجمين جيدين لازم يتابعون الأخبار ويقرون جرائد. أكيد ينبين يعني هذه قلة true هنا أنا. لأن لازم يكون عندهم معلومات على المواضيع. How did Samira grow up? هذا مو مهم السؤال. بس راح يقول لك speaking Arabic. عاتهم طبعا يجيك فراغات هاي. سميرة نشأت تحكي عربي وين؟ في المنزل. وانجليزي وين؟ في المدرسة. هذا كلش مهم السؤال. The course is a conference interpreting very. دورة ترجمة أو ترجمة المؤتمرات كان سهل أو صعب؟ أكيد راح تقول هنا difficult. It is very easy. من يقول لك easy يقول له غلط ما يصير. لازم شي تقول له false. لانه قلنا حتى تكون بدورة ترجمة المؤتمرات حتى تحصل لك مكان لهذا الشيء جدا صعب فهي يعتبر difficult. انا جايب لك اياها انا صح وخطا وجايب لك مرة اختيارات. What does working freelance mean؟ ماذا يعني العمل الحر؟ يعني شنو معناها؟ انت تشتغل وين ما تريد ومع المنظمة اللي انت تريد تشتغل وياها. هذا هو الفكرة الفريلانس عمل الحر. اوكي يعني تعمل صالحك انت working when you need to and for the organization you want to work for. هذا التعريف يجيب لك اياه. What is the most important quality؟ ما هو equality؟ طبعا equality السمات هنا أنا. طبعا مو qualifications هنا أنا ما له علاقه بqualifications. qualifications مؤهلات qualifications ما له علاقه بqualifications هنا أنا. بس هذا اكو خطا خطأ مطبعي يعني كاتبين qualifications هي الكواليتي. اوكي ما هي السمات المهمة عند المترجم انه يكون طبعا بس الفراغات اللي تكتبها هنا بس اللي جوان خط جوابهم فقط انه يكون قادر على التفكير ويكون جيد تحت الضغط او يبقى هادئ تحت الضغط انه كلش مهم. Why mustn't interpreter waste time trying to remember a word؟ ليش ما لازم المترجم يضيع وقته بالتفكير؟ because if you do إذا بقيت تفكر you will miss the rest of speech. يعني إذا بقيت تفكر راح تضيع بقية الحديث. Okay. What is the way to train as interpreter? What qualifications؟ شوف هسه المؤهلات هسه مؤهلات المترجم مو صفات المترجم هنا أريد مؤهلاته. يعني شنو المؤهلات مالت؟ يعني الشهادة اللي محصل عليها وين دارس بس الصفات لا الصفات بعد ما أصير مترجم راح يكون عندك صفات لازم. بس هو انت حتى تكون مترجم لازم شي يكون عندك a degree in English درجة في اللغة الإنجليزية then a do postgraduate diploma interpreting دراسات عليا في الترجمة. يعني تحصل على دراسات عليا بعد ما تخرج تأخذ لك دورة في 9 أشهر أو هيك شيء يلا تدرس تصير مترجم. بس قبل لازم تدارس بكالوريوس أو دارس تربية أو هيك شيء يعني بيمن باللغة الإنجليزية. What do the interpreter have to have before they do interpreter diploma؟ ماذا يجب على المترجم فورا أن يملك قبل أن يحصل على شهادة الترجمة؟ لازم they have to have a degree لازم يكون عندهم درجة أو شهادة علمية. After leaving the school she did a degree in English at the University of London. هنا أنا شنو؟ false. يعني بعد ما غادرت المدرسة حصلت على شهادة في اللغة الإنجليزية. يا بهي تحكي إنجليزي ليش حصل على شهادة باللغة الإنجليزية؟ راح درست عربي حتى تقوى بالعربي أكثر بعد. فإذا قال لك العربي راح تقول له true. إذا قال لك إنجليزي راح تقول له false. Conference interpreters have or conference interpreters must translate. مترجمين المؤتمرات لازم يترجمون كل كلمة حرفياً. أكيد هنا راح تقول له false ما كذا الحكي. لازم يترجم حرفياً اللي هو مترجم مؤتمرات.
فلازم يفهم الكلام ويعبر عنه بالانجليزي. Interpreter has to have a degree. لازم يكون عنده درجة before they do interpreting of in diploma of diploma. يجب على المترجم يكون حاصل على درجة قبل أن يأخذ دبلوم ترجمة. أكيد درجة شنو معناها أقصد بالدرجة؟ شهادة علمية لازم يكون عنده بكالوريوس قبل ما يأخذ دبلوم ترجمة. فهذا true. يعني أنت مثلاً تدرس تربية إنجليزي أو تصير مترجم لازم تدرس قبلها كلية. يلا بعدين تروح دورة. هيك شيء. طبعا مبدئيا طلاب محاضرة القطع لازم تكون محاضرة واحدة مثل ما سويت لك الأدب محاضرة، بس القطع هواية 10 فراح نشرح 5 بهذه المحاضرة، وعلى المحاضرة الجاية راح نكمل 5 اللخ نشرحهم. طبعا ليش؟ حتى يكون عندك مجال ووقت أكثر أن تقرأ القطع هاي 5 وتضبطهم. ويوم إن شاء الله يعني بعد ما قرأتهم اليوم راح أنزل لك محاضرة بهم أخرى تكملهم وتضبطهم 10. أوكي، وقلت لك الجزء الثاني راح يكون كلش مهم لأنه بالقطع الخمسة اللي يوت 5، 6، 7، 8 ذني كلش مهمات، كلش واجب بالامتحان الوزاري. بس ذني مو معنى هذا إني مو مهمات، هذا الجزء، هذا الجزء أيضا مهم ويجي بالامتحان الوزاري، بس راح يجيك من عنده قطعتين أو 3 لا أكثر. بس القطع الباقية اللي هنا 5 قطع كلهم يجي بالامتحان الوزاري كلش مهمات. شوفكم إن شاء الله بخير وفي أمان الله.